أجندة مجلس الوزراء يتم التخطيط طبعاً مع كافة الوزارات والجهات الاتحادية للتنسيق معاهم مباشرة، يبعثوا لنا طبعاً مذكراتهم ومواضيعهم للعرض، وكذلك مجلس الوزراء يطلب منا أن يقدمون أفكار جديدة أو برامج مختلفة أو سياسات معينة. طبعاً لعرضها على مجلس الوزراء تحتاج دراسة من الأمانة العامة، وتحتاج المذكرات تكون ملتزمة بمتطلبات العرض، تكون مكتملة حتى يتم اتخاذ القرار السليم. لذلك عملية التخطيط تكون أطول بكثير من عملية جلسة مجلس الوزراء. بداية تعييني بالأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/1985، أي ما يعادل 30 سنة. اللي خلق الشيخ محمد في مجلس وزراء أعتقد حب كل وزير، حب كل إنسان، كل موظف العمل. حول العمل بالنسبة للجميع إلى هواية. العمل الحكومي صار فيه إبداع، حول إلى ابتكار، حول إلى الواحد يبي يحضر المكتب لأنه يحس أنه ينتج ويسبني وطنه. بدايتنا كان مع الشغل الورقي يعني، لكن الحمد لله حين عن طريق الإلكتروني بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد الراشد المكتوم. التكنولوجيا وظفناها بشكل كبير في الأمانة العامة، أعطينا الوزراء الحقيبة الإلكترونية، الآن نحن نجدهم أينما كانوا نوصلهم وهم يوصلوننا بسهولة، لديهم جدول الأعمال، لديهم كافة وسائل الاتصال معنا. بس أكثر عن كذي، تم إنشاء كثير من الأمور، يعني تم إنشاء مكتب شؤون قانونية اللي له دور كبير في اتخاذ القرار السليم في مجلس الوزراء، له دور كبير في تفسير قرارات مجلس الوزراء، توعية القانونية للناس. أيضا عندنا مكتب الاتصال الحكومي اللي له كان دور فعال بشكل كبير للتواصل الحكومة مع الناس، كيف نبى نتواصل معهم، كيف نبى نشرح قوانيننا سياستنا، كيف نسمع منهم بالشكل الصحيح، كيف نشاركهم في عملية صنع القرار، وهذا شيء أساسي في مجلس الوزراء. في فترة الاستراتيجية في 2007 عندما تم وضع استراتيجية حكومة دولة الإمارات من خلال العمل الجماعي مع الوزارات المختلفة، كان الهدف أن دولة الإمارات تكون من أفضل 10 دول. فكنت مع سمو الشيخ محمد، قلت له طول العمر طموحنا كبير أن نوصل نكون من أفضل 10 دول. اجتمعنا مع الأخوان والأخوات الوزيرات وتم الاتفاق على هذا. قال لي لا، ما نبغى نكون من أفضل 10 دول، بنكون أفضل دولة في العالم. الشيخ محمد بطبعه يرفع السقف. اليوم حكومة دولة الإمارات هي أكفى حكومة على مستوى العالم حسب تقارير العالمية. فإحنا كأمانة عامة نقرر مدى أهمية العرض، متى أهمية الأولوية اللي تتطلب عرض المذكرة أو السياسة والقوانين. طبعاً كنت تحت ضغط شديد، وكل الجهات تعتبر مواضيعها ذات أولوية، فلذلك إحنا علينا دور كبير أن نقرر ما هو الملائم للعرض. من الأمور الأساسية اللي سواها في البداية الشيخ محمد بدأ موضوع الخلوات الوزارية. الهدف الأساسي هو بناء فريق، ما بقى الوزراء فقط يحضرون اجتماع مجلس وزراء، أباهم فريق واحد متكامل. فعمل مجلس وزراء هو عمل جماعي يقود الشيخ محمد في تكامل في الأدوار على جميع المستويات. عمل المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور لمتابعة الأمور بصورة دائمة. الحكومة تغيرت، الشيخ محمد يريد الابتكار في كل شيء ويريد التجديد في كل شيء، وفي كل يوم يريد يشوف شيء جديد. أعاد هيكلة مجلس وزراء، بمعنى أن في مجلس وزارة الخدمات يناقش الأمور التفصيلية كلها، مجلس الوزراء حوله إلى مجلس لاتخاذ السياسات. نتطلع للأفضل دائما، نتطلع للرقم واحد. الأمانة العامة لازم تكون أفضل أمانة عامة في العالم، بالتالي مجلس الوزراء يكون أفضل مجلس وزراء في العالم، بالتالي الحكومة تكون أفضل حكومة في العالم. لذلك حققنا أهداف الحكومة اللي هي نلبي حاجات الناس، نسعدهم، تكون الخدمات لهم متوفرة مثل ما هم يريدونها متوفرة. القيادة عندنا خذت المفهوم وخلقت الاستراتيجية متكاملة، وضعت من واحدة من أهم المؤشرات لحكومة دولة الإمارات هي السعادة. أعرف صاحب سمو الشيخ محمد دائما يسألنا
صورة يوميا من أول الصبح لين آخر المساء عن احتياجات الناس، وهدفه هو في النهاية إسعاد مجتمع الإمارات